لم يكن أدباء البصرة ومثقفوها بمعزل عما يجري من أحداث أمنية في بلادهم، حيث نظموا وقفة تضامنية مع قوات الجيش التي تقاتل تنظيم داعش. وبالإضافة إلى هذه الشعارات التي رددها المثقفون، حملوا كذلك لافتات تدين ما أسموه بالخطاب الإعلامي الطائفي. داعين الجميع إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، فالوطن هو الأكبر والأسمى من كل شيء. سلاما أيها الوطن الحبيب، سلاما أيها الجيش العراقي الباسل. نحن أصحاب حضارة، ونحن أصحاب قضية، ونحن أصحاب ثقافة، ولا نسمح لا لداعش ولا للبعثية ولا للمتآمرين ولا لنظام السعودية ولا لنظام قطر أن يؤثر على مسيرة شعبنا العظيم. يسقط داعش والإرهاب. وفي المواقف أيضا دعا الأدباء خلال وقفتهم القادة السياسيين إلى الترفع عن خلافاتهم والانفتاح على كافة المذاهب بما يحد من أسباب الشحن الطائفي ويمنع من اندلاع حرب أهلية. حين يكون الوطن في خطر يجب تناسي الخلافات الثانوية والسمو فوق الخلافات الفرعية، ويكون الهدف الرئيسي حماية الوطن. لا شك كذلك أن المشكلة كشفت عن عيوب وثغرات لابد من إعادة النظر بها. تبدو لي ملامح الحرب الأهلية واضحة، ولهذا السبب سوف ندفع ثمن غالي إن لم نسعف بلدنا بخطوات عدة، أهمها الإصلاحات السياسية وثانيها مؤازرة الجيش. وعبر المثقفون عن قلقهم حيال انتشار المظاهر المسلحة، وقالوا أن لابد من حصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية، لأن مظاهر التسلح أصبحت تثير الذعر لدى المواطنين وتتعارض مع مقومات بناء الدولة المدنية التي ينشدونها. أي سلاح خارج الدولة يشكل قلق للمواطن، أي سلاح كان بيد ميليشيات أو مواطن، أي يعني هاي حالة موجودة. المجتمعات المدنية ترفض السلاح خارج القانون. نحن لا نطمئن إلا للسلاح الذي يحمله العسكري أو تحمله الدولة. واستنكر الأدباء الحملة التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية لتهديم المعالم التراثية في مدينة الموصل، داعين إلى مواجهة هذا التنظيم الذي لا يستثني أحدا من رصاص موته. العراق بلد تنوع، بلد أديان، بلد طوائف، بلد قوميات. هذا البلد يعني يشعر بالصدمة عندما يأتي أناس يريدون يزيلون أي تراث. فوجودنا احنا هنا ليس لأجل هدف حزبي أو طائفي، هذا سخف. الأديب العراقي والمثقف بكل العالم يجب أن يقف أمام هؤلاء المتخلفين اللي هم خارج التاريخ. هكذا إذن اتحاد الأدباء اصطف مثقفوه إلى جانب الفعاليات الشعبية والرسمية والدينية لدعم الجيش في محاربة تنظيم داعش. من محافظة البصرة سعد قصي، الحرة.